الحكومة وهي تضع مشروع القانون المعني للسنة المقبلة، استحضرت بعمق معنى وأهداف المشروع المجتمعي للأكابير الذي أطلقه جلالة الملك، والقيم الوطنية والحضارية المؤطرة له، قيم وطنية مبنية على التضامن والتكافل والجدية في ممارسة المهام والمسؤوليات. وانطلاقا من هذه المنظومة القيمية الرفيعة، اختارت الحكومة مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا. اسمحوا لي هنا نقول أنه جاء واحد خطاب التضليل والتشكيك لينعت المشروع بالكسول، والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الاجتهاد والنجابة. ولو كان خطاب التضليل مجتهدا ونجيبا لما كانت أسلحته في محاججة خطاب مشروع قانون المالية الواقعي فقط المغالطات والتدليس. ولو كان خطاب التضليل مجتهدا ونجيبا لكانت قوانينه المالية السابقة مجتهدة، ولما انتهت أصواته المصير إلى مجرد بضعة أشخاص يتوغلون كل يوم في عالم نكران الواقع. إن هذا المشروع مع ما سيغدى به من تعديلات يجسد بشكل واقعي وفعلي تنزيلا فعليا لبرنامج العمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنين والمواطنات، وتترجم إرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن المغربي في عمق سياستها وبرامجها، وفي إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل. نتأسف كثيرا للمستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع القانون المالي. نتفهم قيم البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب أن تقوم المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها، لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية وتحول له النقد إلى حقد والحق إلى ظلم والواقعية إلى نفاق. إن خطاب التضليل الذي سوق بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025 والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء لا يساهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة. هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل، لأنه لا يتطلب شيئا يذكر غير المزايدة وبت كثير من المغالطات، عكس خطاب الواقعية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون المالية والذي يتطلب جهدا وإرادة كبيرة. فكيف لخطاب التضليل أن يغطي قلة نجابته بالتطاول في المناقشة العامة على الاختصاصات الدستورية التي تحكمت وتتحكم دائما في التعديلات الحكومية؟ أما خطاب التضليل الذي يتحدث عن تعيين المقربين في الحكومة فيمكن أن نقول لهم ما عندناش العائلة في الحكومة، ولكن ما فهمناش فوق ما يدخل شي كفاءة أو فاعل اقتصادي للحكومة ولا لأغلبيتها نهاجموه ونشيطنوه. علاش تتقلب خطاب التضليل من مشاكرة الفاعلين الاقتصاديين في الفعل السياسي؟ حتى هما مواطنين لهم حق التصويت والترشيح وتقلد المناصب العمومية. كيف لهذا الخطاب أن يحاول تضرير الرأي العام بشيطنة المتصرفين المستقلين بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب والتي عندها قانونها، والمتصرفين المستقلين ديال المقاولات والمؤسسات العمومية واللي صوتنا على قانون ديالهم في هذه الولاية، والحكومة وتسييرها حتى هي عندها قانونها في زمني وعالم القانون واحترامه؟ كيف لخطاب التضليل أن يدعي أن مشروع قانون المالية يفتقد للحس السياسي، هو الذي ينزل التوجه السياسي للحكومة وبرنامجها المستمد لمشروعيته من صناديق الانتخابات؟ نحن في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب، وسنتصدى له بحزم وصرامة وبسلاح الواقعية والوضوح. كيف لخطاب التضليل أن يبدع في المناقشة العامة جملة من قبيل هذا القانون المالية ما فيهش سياسة، فيه غير الأرقام،
نحن في التجمع الوطني الأحرار لا نقبل هذا الخطاب، ونقول أن مناقشات الميزانيات تتم بمحاجتة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي للمملكة المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.